السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه بسيطه عباره عن شهده بمكونات بسيطه متواجده في كل بيت. ابقوا مع الفيديو حتى الاخير. البنات غادي ناخذ جوج زلايف ديال الفورس الطحين الابيض، كناخدو نص زلافة ديال الفينو وخمارة وشوية الملحة وواحد المعلقة ديال الخميرة معجونة والقشور ديال الليمون، نص كاس ديال السنيدة، نص كاس ديال الزيت والماء دافي باش نجمعو. وغادي نزيدو واحد البيضة. ناخدو واحد الإناء نديرو فيه النواشف، الدقيق الابيض، جوج زلايف، ثم غديروا على قد الاشخاص اللي عندكم. انا خديت دابا جوج زلايف ديال الطحين، خديت نص ديال الفينو. غادي نخلطوا النواشف، غناخدو دابا خماره ونزيدو الملحة، معلقة الملحة، وناخدو السكر أو السكر كلاصي، السنيدة، وغنخلطو هاديك النواشف كلهم، نزيدو عليهم قشور ديال الليمون أو الحامض اللي كان متواجد. أسيدي النسمة زوينة، خميرة معجونة غنخليوها تندوبوها مع الماء، وعاد نزيدوها مع اللي غنخلطو النواشف، نزيدو الخميرة، نزيدو الزيت، ونجمعو بالمدافي. ملي مبغيتوش ديرو المدافي ديرو، تقدرو تاخدو الحليب تفيه وتخلطو به، إلا مكانش الحليب كتكتفيو غير بالمدافي. كتخلطي دوك النواشف كلهم حتى كيتجانس الخليط. على هاد القوام غادي نخليوها ترتاح، نغطيوها ونخليوها ترتاح وتضاعف الحجم ديالها، وعاد غادي نشكلوها ونديروها في المول، نشكلوها كريسات صغار، وغادي نستفوهم حدا حدا وحدا، وغادي نغطيهم ونخليهم ثاني تضاعف الحجم ديالهم ونتلاقاو. Thank you.